السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق بن زياد، هل يعنينا كلاعبي ميدان؟ أو خلينا نقول هل يعتبر هو من أولويات قادة المشاة كميدان؟ قبل ما نقول الإجابة خلونا نقرأ المهارات يعني حبة حبة مع بعض، ونعطي حكم يعني بناء على قراءة مهارات مبدئيا. في مهارة الأولى هي عبارة عن ضرر مباشر 2200 لهدف واحد، وإذا جاء عليه سوارم ترتفع هذه الأضرار إلى 300. أضرار ممتازة، بس تخيل لو أتى بمسار مهارة بيكون من أروع قادة المشاة كأضرار، بس إنه أتى بمسار دفاعي. طيب خلونا ننتقل للثانية. المهارة الثانية يرفع من هجمات المشاة 40%، وطبعا هذا المعدل موجود عند مين؟ موجود عند سكيبيو تشيوك. وفوق هذا كله يسبب أضرار يعني 10% زيادة على الفرسان، وعنده سرعة مسيرة 10% خارج أرض التحالف. طبعا هذا شيء يعني أصبح أساسي للمشاة بالذات الجيل الحديث، حتى يكون يعني في تناغم مع قادة الجيل الحديث من الفرسان والرماة كذلك اللي يمتلكون مهارات سرعة في يومنا الحالي. أما المهارة الثالثة فهي ما لها أي علاقة بالميدان نهائيا، هي مجرد ضد المدن وضد أيضا أي معاقل مثل أعلام، حصون، معابر، أيا كان. ولدى الهجمات العادية فرصة 30% أيضا لتقليل هجمات الهدف 30% أيضا، مستمرة لمدة 3 ثواني. وطبعا هذه المهارة تتفعل مرة كل 8 ثواني. بس معلش يعني شوي ركز معي، هنا كاتبين لك هجمات الهدف، وفي عندنا في وصف المهارة مكتوب عندنا طبعا تقليل الهجمات العادية لدى الحامية، فما أحد يدري أيهما الأدق أو الأصح. فلو كانت المهارة تعني تقليل هجمات الحامية العادية بتكون مهارة أكثر من ممتازة له كطارق الحاشد، يعني كلاعب ميدان شطب على هذه المهارة لأنها ما تعنيك. فخلونا نروح للرابعة. المهارة الرابعة طبعا قوية صراحة، لأنها ترفع من كل الأضرار يعني 15% شاملة الهجمات العادية والمضادة وأيضا أضرار المهارة. فوق هذا كله عنده فرصة 10% يفعل دي باف على الهدف يقلل عنده عاصفة الغضب 80 لمدة 3 ثواني، ولكن تنضرب هذه المهارة مرة كل 8 ثواني. المهارة الخاصة يعني هي عبارة عن ترقية للمهارة الأولى، ولما يصير عليك السوارم يفعل يعني أضرار إضافية بناء على معادلة يعني كحد أقصى توصل إلى 900 ما تتعدى هذا الرقم. الآن بعد ما تكلمنا عن المهارات ووضعنا يعني تعليقات بسيطة عليها، خلونا الحين نحلل بهدوء، وهذا التحليل بناء على قراءة وليس على تجارب طبعا، لأن التجارب يعني بدري عليها ولها شأن يعني مختلف تماما. بعد ما استعرضنا المهارات خلونا نتكلم عن طارق في الميدان. طارق يعني يذكرني بتشيوك من ناحية عدم توفر مهارات دفاعية صحة للمشاة. اللهم اللي فارق مع تشيوك يعني شيئين، أولا يمتلك مهارة تقليل أضرار مهارة متلقة، وهي تعتبر يعني مهارة دفاعية وإن كانت يعني مربوطة بفرصة 40%، ولكن محسوبة عليه كمهارة دفاعية. ثانيا مسار الهجوم الذي يمتلكه تشيوك، وأنتم عارفين في الميدان أن أكثر مسارات فعالية اللي هو مسار المهارة في المقام الأول ثم الهجوم وأيضا الدعم. هذا المسار فيه مواهب يعني ترفع من معدل الهجمات والأضرار على حد سواء بمختلف الأنواع، لكن بالله تعال ألقي نظرة على مسار الدفاع، يفتقر تماما لزيادة أي أضرار لطارق. وطارق يعني بسبب تقييد المهارة الثالثة الدفاعية كحاشد يعني ضد مدن أو معاقل، يخلينا نقول هو ليس أولوية ميدانية، مصمم على أساس أنه يكون للحشود أكثر من الميدان. هل ينفع ميدان؟ نعم ينفع، بس حنا نتكلم هنا يا إخوانا عن الأولويات. لما يكون طارق الحاشد وليس طارق الميداني فأداء طارق يعني يختلف تماما، ونتكلم هنا عن تواجده خلف باكال راح يعطي أداء ممتاز كديباف كدفاع، لكن راح يكون عندهم عيب واحد اللي هو أن سهل تسوي عليهم سوار،
لأن لا يمتلك قوة أضرار مضادة مثل مين؟ مثل هارولد اللي عنده بشكل يعني ثابت. طيب هل يعني في خيارات أخرى يعني غيره كبكال يعني كطارق الحاشد؟ نعم، عندك خيار سيرجون. سيرجون هذا راح نتكلم عنه قريب إن شاء الله يعني في المقطع القادم. تناغم سيرجون مع طارق كحشود يعني بالذات رائع جدا، لكن أبدا ما راح يتميز يعني بالصمود الذي تميز فيه الكومبو المميز اللي هو باكال هارولد. نعم باكال هارولد أضرار المهارة عنده ما هي عالية، وحتى لو قلبت الكومبو يعني صار هارولد يعني هو الأساسي بسبب مسار المهارة. نعم أنت راح ترفع شوية من أضرار المهارة، ولكن أكيد ليس بقوة سيرجن مع طارق على افتراض أن سيرجن هو الأساسي وطارق الثانوي، وتتم معاملتهم معاملة بوديكا هنري وأيضا نيفسكي جان آرك أو العكس علشان تحشد بالاثنين. أنت علشان تحشد بالاثنين لازم تنظف ميدان وتخلي يعني سيرجن وطارق يعني يأخذون راحتهم في ضرب الحامية. من يكون القائد الأساسي؟ أكيد سيرجن بسبب مسار المهارة، فلك أن تتخيل يعني انفجار يعني طارق مع هذا المسار عندما يكون الأولي هو بمسار مهارة وليس دفاع مثل باكال. كلامي الآن موجه للاعب الميدان طارق بن زياد، هذا لا يعتبر أولوية ميدانية لك أبدا، وإن كان متوفر عندك يعني ماكس مهارات لأنك تلعب فيه كحاشد، فابحث عن قائد يقلل بعض العيوب أو النواقص اللي عند طارق. مثل من؟ مثل سكيبيو أليكس، ممكن بنسبة أقل نلعب معه مع هارولد مثلا، ليش لا؟ لكن جوان لا، جوان له حسابات أخرى مع القائد الثاني اللي هو سيرجن. وإلى هنا ننتهي من الحديث عن طارق بن زياد، هو تحليل يعني مبني على قراءة أولية، ولكن التجارب هي الفيصل دائما وأبدا. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.